لحد النهارده يعني من وقت طويل لحد النهارده حلو بينهم، الناس بتشجعه ومكسات منه. شايف النجاح لحد النهارده ازاي؟ ده توفيق من ربنا، ولا حد فينا كان متوقع اصلا النجاح ده، ولا متوقع انه يقعد السنين دي والسوشيال ميديا ترجع تحييه تاني. ده توفيق من ربنا، احنا عملنا اللي علينا واجتهدنا. وخلي بالك من حاجه، الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع للجمهور، للنجوم اللي موجوده في الحلقات. انت عندك نجوم مصر والدول العربيه موجوده، في 60 نجم في الكوره وفي الفن وفي التمثيل وفي الغنى وفي المزيكا. فطبعا ده جمهورهم اللي بيتفرج على الحلقات دي قبل ما يعرف عمرو رمزي ده مين اصلا، كان بيتفرج على النجم بتاعه في برنامج فضحك. ليه ما قررتش تجربه تاني؟ ايامها ما كنتش عايز اكرر بقى، كنت عايز اشتغل في التمثيل اكتر، وكنت عامل البرنامج كتقديمه ليا في التمثيل، وده كان طموح بالنسبه لي. بعد كده الحكايه خدتني اكتر كتمثيل، ثم قلت اركز في فكره ان انا اعمل حاجه جديده. لو جاني فكره جديده في البرامج بعملها، زي ما جاني قبل كده في ام بي سي مصر، عملت روبابيكيا، مش مقالب ومش برنامج، برنامج في الشارع مع الناس، بس برنامج ما فيش شبهه. انا مش بحبش اعمل شبه حد يعني. ايه الصعب في الفن؟ اخر سؤال. ايه الصعب الفن ده؟ اخر سؤال. تعالى بعد 4 ايام اقول ده كل حاجه. طبعا انك تقدم حاجه للناس تحترم عقلهم وتحترم ثقافتهم وتحترم عاداتهم وتقاليدهم، وانت بتبدع، ما خلي بالك انت بتعمل حاجتين عكس بعض كده، انت بتقدم التقليدي وانت بتبدع فيه، فده الصعب.